السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، الله يسعد صباحكم جميعا بكل خير. معنا اليوم بندقية البي 15 من شركة سنوبيك. نقول بسم الله ونبدأ. طبعا قبل نبدأ في الموضوع، الموضوع استعراض بندقية، لا إعلان ولا دعاية، لا مدفوعة ولا مجانية، لكن مثل ما سبق أن ذكرنا ونذكر دائما ونعيد، اللي يناسبني قد لا يناسب غيري، واللي يناسب غيري قد لا يناسبني. ولولا اختلاف الأنظار لبارة السلع، في ناس ترغب نوعيات معينة من البنادق، وفي ناس ترغب الخفيف، وناس ترغب الثقيل، ناس ترغب يعني ما أبغى أطيل، كل ورغبته. قد لا تروق البندقية للبعض، لكن تعجب كثير جدا، خصوصا فئة الصيادين للطرائد الصغيرة والطيور. نقول بسم الله ونبدأ. هذه طبعا البندق وصلتني من الأخ سالم الحربي، الله يبيض وجهه. هذه بندقيته، فبيض الله وجهه أنها أتاح الفرصة لي أني ألقي نظرة عليها، لأن سألني أكثر من واحد من الشباب عن البندقية وأنا ما جربتها، فصعب ان الانسان يتكلم في شيء ما جربه. لكن انا طبعا طرحت قبلها شقيقتها اللي هي البي 35 ونزلت لها رمايات. هذه كذلك ان شاء الله باذن الله عز وجل بنزل لها رمايات، رميتها امس بفيديو مستقل. هذه البندق، واول ما يواجهنا الكتالوج زي ما تشوفون، وهذه البندق اللي يجي معها، قبل نطلعها يجي معها قطعه الحديد، هذه الفك الساعه زي ما تشوفون، يجي معها ألنكيات وطقم ربلات، ويجي معها كذلك المحالة 9 طلقات. وهذه البندق، طبعا هذه هي البندقية، تجي ستك خشب عكس البي 35. قبل استعرض مواصفاتها، الاختلافات بينها وبين ال 35 شقيقتها انها خشب، وال 35 فيبر، وكذلك ال 35 جاي عليها فيبر خدة والساحب بالوسط، وهذه تتميز ان فيها قطعة سنجل شوت للرماية حبة حبة، وهذه يرغبها البعض. بقية الأمور كلها متشابهة. هذا طبعا الجيل الثاني. الجيل الثاني اختلف في بعض الأشياء، منها الجسر ومنها البلينوم، الحجرة وبعض التعديلات، الباقي كله متشابه. نبدأ ونقول البندق طبعا موجهة لأصحاب الصيد الطيور الصغيرة بالذات، وكذلك ماشية مع الطيور البعيدة، وماشية كذلك مع المسافات، لأني أنا جربتها على سلق أمس، وما شاء الله مع السلق ماشية 100%، وجربت رمايات فيها إلى 160، علما أن فيه بعض الإخوان رموا فيها مسافات بعيدة، أنا ما جربت للأمانة لضيق الوقت. البندقية مثل ما قلنا من الفئة المتوسطة، موجهة للصيد بالمقام الأول. تأتي بعدة عيارات، 4.5 و5.5 و6.35، لكن اللي ينزل في السوق الآن اللي هو 4.5 و5.5. طول السبطانة 45 سنتي، الوزن 2 كيلو، تعتبر أقل من البي 35. المحالة مثل ما قلنا 9 طلقات، زايد السنجل الأسطوانة 265 سي سي، طبعا فيها منظم، إزناد مرحلتين وتأمين، وهنا جسر بكتيني 22. ما في البندق أي تعقيدات. هذا تنسيم الأسطوانة، إذا بغيت تفكها تعدل في المنظم وتعدل بالبلف. اللي ماسك الستوك مسمارين فقط. عندنا هنا الساعة زي ما تشوفون، المجال المسموح إلى 250 وتعبي إلى 300، تعبية من المكان هذا، وهذا حامي لها سبرينج. وهذه هي البندق، وإن شاء الله عز وجل بتشوفون إن شاء الله فيديو آخر مستقل للبندق
رمايات بعيدة وتجميع قريبة على صاتم عادي وعلى سلك. طبعا البندق ماني بفاكهة، اللي حاب يشوف البندق من الداخل يرجع للفيديو اللي خاص بالبي 35 لأنها مشابهة لها طبق الأصل ما عدا الساحب اللي بالوسط وهذا الساحب بالخلف. أتمنى أني وفقت في تقديم شيء ولو أنه قليل ومسبوق عليه، والله أعلم، وصلى الله على محمد.